فإن الناس قد يتساهلون في الصلاة على الكراسي والجلوس خاصة في هذه الأزمنة، فإن الرخص ينبغي أن تتقيد بالحاجة وتنضبط بالضوابط الشرعية. فإذا كان الإنسان قادرا على الوقوف يجب عليه أن يقف، وإذا كان عاجزا عن الركوع يترخص بترك الركوع، وإذا كان عاجزا عن السجود يترخص بترك السجود. أما إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود وقادرا على القيام يلزمه القيام. تجد البعض يأتي بالكرسي من طرف المسجد إلى الصف يحمله معه، قائم يمشي يدب دبيبا، وإذا جاءت الصلاة قعد. هل هذه رخصة؟ وهذا نشاهد ونلاحظ أن فيه تساهل من الناس. فلا تصح صلاة أحد جالسا ما دام قادرا على القيام، هذا ركن من أركان الصلاة، لا يجلس إلا عند وجود الحاجة والضرورة. وهذا هو الذي اتفق عليه العلماء رحمهم الله، وأن من صلى جالسا وهو قادر على القيام يلزمه أن يعيد صلاته. هذا أصل شرعي لأنه حق لله، ولا تصح صلاة القاعد القادر على القيام في الفرض.